الشريف مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية، ثم استعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت له التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموه السادة عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد الزين وزير الشباب والرياضة، وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، والجنرال دكور دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك. ويعتبر المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أول مؤسسة بالمغرب وإفريقيا معدة لمهن الفروسية، ويكرس إنشاؤه تقاليد الفروسية العريقة في المملكة والتي تعززها إرادة ملكية لترسيخ الفروسية تراثا وطنيا.